مازال كنتسناو نعرفوا المحصول ديال الجزائر من القمح والشعير، مازال كنتسناو الحصاد ديال الجزائر نعرفوا شحال وصل، مازال كنعرفوا واش حقا هو حصاد او ذكاء اصطناعي. مازال نتسناو عبد المجيد تبون ويخرج ويقول لنا شحال من قنطارة عباد الله جات الجزائر من القمح والشعير. مازال كنتسناو عبد المجيد تبون منكد بان الا كان الذكاء الاصطناعي وكل الخبز فمرحبا به. مازال كنتسناو ومازال انتم كتسناو مع هشام خضري عبر قناته هشام خضري. لا تنسوا المغرب اولا ولا غالبا، الله عاش المغرب ولا عاش من خان، يعلم الله كم محبك وطني ويعلم الله كم مدافع عنك هذا الوطني. اخواني اخواتي ما تنساوش متابعه الحساب وما تحرموناش من الاعجاب باش تعرفوا بان الكذبه ديال عبد المجيد تبون حول الحصاد في الجزائر، محصول الحصاد في الجزائر، مازال العالم ينتظر ما هي نتيجة الحصاد في الجزائر، هل هو حقا كان نتاج ذكاء اصطناعي؟ والبعض كيقولك بأن أزيد من 50 كاميو 80 كاميو برتقالية أو 90 كاميو برتقالية، ولكن فين هو المحصول؟ فين هي نتائج المحصول؟ شحال من قنطار كان في المحصول؟ شحال خرجتو ديال الزكاة من المحصول؟ فين وصل المحصول ديال الجزائر؟ واش حقا مني جا الممثل اللي يمثل في المسلسل ديال سيدنا يوسف عليه السلام جبتوه على اساس انكم عندكم اكتفاء ذاتي وكتذكروا ما قام به يوسف عليه السلام اذ بان سنوات الجفاف والسنوات العجاف؟ علاش جبتوا لهيتوا الجزائريين؟ علاش جبتوا كريم بالزيبه في التالي على اساس انكم تلهيوا الجزائريين؟ ما نبغيوش نهضروا على بعض الاحداث تتقع في تيارت، ما نبغيوش نهضروا على الوقائع والاحداث اللي وقعت لبعض الشاحنات الجزائريه على الحدود الموريتانيه، ما كنبغيوش نهضروا هذا الشيء على هذا الشيء، ولكن نهضروا عليه من بعد نعرفوا ان المحصول يتعطانا ديال الشعير وديال القمح، ونعرفوا بان خنشله حقا دار كان فيها الحصاد ومجموعه ديال المناطق في الجزائر كانوا فيها الحصاد، وهل منتوج ديالنا من القمح وهل منتوج ديالنا من الشعير، او هي مجرد بروبوغاندا اعلاميه من اجل عهده ثانيه لعبد المجيد تبون؟ ولكن راه طريقو كحله، راه عاجل خنشله ناط العافيه في واحد الحضيره ديال السيارات في خنشله. اليوم كنشوفوا اش كيوقع في تيارت، كنشوفوا الاحداث ديال تيارت المؤسفه جدا، ورغم عن ذلك كندير واحد الدعاء معكم انتم المتابعين مع جميع المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لأن الماء هو أساس الحياة، لأن الماء ما نبغيو حتى واحد يعطش، لأن الماء الأحداث ديالو كتكون مؤسفة، والإخوان ديالنا الجزائريين في تيارت ما نبغيوش يوصلهم، لأن العطش يهدد المنطقة المغاربية ككل وليس فقط الجزائر. لكن كنتمنى ان الدولة الجزائرية تتدخل وتعرف اش كدير وتعرف كيفاش غدير الحل، وهذا الشيء اللي نتمناوه يلقاو الحل في تيارت. غادي نرجعوا لهذا الفيديو ديال تيارت وغنرجعوا للاحداث ديال تيارت وغنرجعوا نهضروا على ما وقع في تيارت وما وقع على الحدود ديال مالي في فيديو اخر. كان معكم هشام خضري، ما تنساوش عواشركم مبروكه، الى اللقاء. نقطعوا الديل بنت.